الأربعاء من قناة الوطنية نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يدشن المركز الموريتاني لتنمية ليبيا في مقاطعة الرياض. وزير الداخلية والمركزية يوشح باسم رئيس الجمهورية عددا من الموظفين في الوزارة وعناصر من الحرس والشرطة والحماية المدنية. لجنة المالية بالجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية. كتلة قرية عرفات التابعة لبلدية دابو تعلن انضمامها لحزب الوئام. وفي المسائية تتابعون منظمة مركز الإرسال بتفرق زينة تئن تحت وضعة شبح المياه. اهلا بكم الى تفاصيل النشره. قام رئيس الجمهوريه محمد عبد العزيز اليوم الاربعاء بتدشين المركز الموريتاني لتنميه الابل في مقاطعه الرياض جنوبي نواكشوط على طريق الربط بين العاصمه نواكشوط ومدينه روسو الزراعيه. كما اطلع الرئيس عبد العزيز على اهداف هذا المشروع الذي من شانه التحسين الوراثي لانتاج الابل من خلال نقل الاجنه والتلقيح الاصطناعي وزياده وتنويع الانتاج الحيواني. وبهذه المناسبه اكدت وزيره البيطره ان السنوات الاخيره شهدت ما وصفته بالتطور في اكتشاف بعض الخصائص الفيزيولوجيه الفريده التي تتمتع بها الابل، مشيره الى انه من النادر دراسه هذه الخصائص في المناهج التعليميه في كليات البيطره على حد تعبيرها. وانشئ هذا المركز وفقا للوزيره بتمويل ذاتي من الدوله بلغ مليار اوقيه بالتعاون مع منظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه. وتعني المنشأة وفقا للقائمين عليها بتحسين سلالات الإبل، مما سينعكس إيجابا على إنتاج الحليب وتوفير فرص العمل خصوصا للنساء والحد من الفقر. وعلى هامش التدشين وفي كلمة له بالمناسبة، طالب عمدة الرياض الشيخ والمعطى بتعميم شبكة المياه والكهرباء وتوفير قطع أرضية واستصلاح الأغراض الزراعية، إضافة إلى تعبيد الشبكة الطرقية وإعادة تشغيل مركز سويسرا الصحي. قام وزير الداخلية والمركزية أحمد العبدالله باسم رئيس الجمهورية صباح اليوم الأربعاء بمقر قيادة أركان الحرس الوطني في نواكشوط بتوشيح عدد من الموظفين والوزارة وعناصر من الحرس والشرطة والحماية المدنية، وذلك بمناسبة الذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني. وحضر حفل التوشيح إلى جانب وزير الداخلية واللامركزية، الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، والإدارية، المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والمدير العام للحماية المدنية، وعدد من المسؤولين بقطاع الداخلية واللامركزية. وعلى ذات الناجة سار وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني والشروق بتوشيحه زوال اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بنواكشوط باسم رئيس الجمهورية عددا من الأطر والعاملين بقطاعه في إطار الاحتفالات بالذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني. ووشح الوزير بوسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني المختار والبسيف المدير العام لشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، كما وشح كل من السيدين الأمين كامرا مدير استصلاح الثروات والدراسات والدكتور محمد علي والإبراهيم مدير تنمية وتثمين منتجات الصيد البحري بوسامي الائتمان في نظام الاستحقاق الوطني. ووشح الوزير بميدالية شرف درجة أولى السيد ديدي بمبا الهيبة رئيس لجنة قبطانة الصيد الشاطئي بالاتحادية الوطنية للصيد، والسيدة حنا شريف حاجة الكاتبة الخاصة لوزير الصيد والاقتصاد البحري بميدالية شرف درجة ثانية. ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الأربعاء ميزانية وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة
2017، وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا مفصلا قدمته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، استعرضت فيه مختلف بنود هذه الميزانية. وتبلغ ميزانية الوزارتين المذكورتين في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 8,098,759,568 أوقية، ويبلغ البند المخصص للتسيير في هذه الميزانية 7,933,759,569 أوقية، في حين يبلغ البند المخصص للاستثمار 168 مليون أوقية. انضمت كتلة قرية عرفات التابعة لبلدية إنجاغو إلى الإعلام الديمقراطي في حفل خصص لهذه المناسبة. التفاصيل مع الزميل عبد الله بلال. قرية عرفات التابعة لبلدية إنجاغو بولاية ترارز تحتضن حفلا رسميا بمناسبة انضمام كتلة القرية السياسية لحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بحضور رئيس الحزب وقادته وعدد من مناضلي ومنتسبي الحزب. سكان القرية استقبلوا رئيس الحزب معربين على لسان المتحدث باسمهم عن انضمامهم اللامشروط لهذا الحزب الذي رأوا فيه ضالتهم المنشودة بعد أن تقاذفتهم أمواج بحور السياسة المتلاطمة لترسو سفينة قرية عرفات على شاطئ الوئام الهادئ كما يقولون. إن المجموعة الجديدة من سكان قرية عرفات بعد مراجعتها لمواقفها السياسية وتحليلها للأوضاع العامة رأت في حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي ما يشفي غليل صدورها، وبالتالي قررت الالتحاق بصفوف الداعمين لهذا الحزب ولا تخاف عقباها، لتصبح بذلك قرية عرفات ابتداء من هذا اليوم الخامس دجنبر 2016 وئامية 100%. عن أم الحزب مريم أمت محمود كانت غايبة عن حزبها وجات، ومن أين جات؟ سولوني إذا اللي جبت لكم من عند الغايبة شنو؟ جبت لكم اتحاد عرفات، سولنا العرفات قلنا لهم اتحاد منين واعدين به؟ قالوا لنا اتحاد واعدين به بويجل والهميد، قلنا لهم نعم. رئيس الحزب بويجل والهميد وعرفانا منه بالجميل وردا على ما قام به سكان قرية عرفات قدم شكره وامتنانه للسكان معربا عن تمنياته للساكنة هناك بالوحدة والتماسك في ظل هيجان بحر السياسة الذي لا يعرف التوقف ولا ترسو سفنه على شاطئ سليم في أغلب الأحيان. أنا شاكركم على هذه الندوية اللي عدلتوا والاستقبال اللي عدلتوني أنا والإخوة اللي معايا. ماني لين طوري عليكم بين اللي احنا جانا الليل، ولا عندي قاع شيت لي تقايلوا اللي لين نقول كامل قالوه الإخوة اللي تكلموهم، وشاكرهم على كلمتهم. ما قال حد هون شي خروج، ما قال موشين قال، وظهرنا قاع عنكم أنتم هذا وسيس منا احنا بين اللي متكلمكم للي قال هذا اللي قطينا زين عليه كامل في السياسة حتى الحوار وتكلم عنه وظاهر اللي عنه الكلمة كانت تامة. إدارك مرحب بكم كامل وشاكركم وشاكر الأخوة اللي جاوا وراجي إن شاء الله، وذي همل فيه للي خلق كيف قالوا واحدين مولي منكم وحدتكم أنتم هالعرفة. الحفل كان مناسبة عبر فيه السكان عن وحدتهم الوطنية بغض النظر عن اللون والجنس والفئة، وقد جسد ذلك من خلال الأغنية التي تفاعل معها جمهور الحفل. ربي المولى أيوة الأعداء تسخر يلا يلا العيال اجتكم اي 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 اي
حفل بهيج تعانقت فيه الكلمة واللحن بصوت الفنانة الشهيرة كبان من تعلي وركان. تمت مبايعة سكان قرية عرفات لحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي تبنيا لسياساته ونهجه في التعاطي مع المعارضة والأغلبية ودعمه لمسار إصلاح البلاد. عبد الله البلاد، الوطنية. انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمباني مركز الإعلام والتحسيس والتوثيق في نواشوط التابع لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني أعمال ملتقى حول آليات ترقية دور الشباب في الفضاء المدني ودولة القانون، منظم من طرف المجلس الأعلى للشباب بالتعاون مع المفوضية. ويتضمن برنامج الملتقى نقاشات ومواضيع حول تركيز العدالة في ظل دولة القانون والمحافظة على احترام حقوق الإنسان وترسيخ مفهومها لدى الشباب. وجرى افتتاح الملتقى بحضور الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ومنسق مركز الإعلام والتحسيس والتوثيق بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني. نظمت رابطة أطباء المستقبل الموريتانيين مساء اليوم في المدرج الكبير بكلية الطب أمسية احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس هذه الكلية. الأمسية حضرها لفيف من عن العمداء المدعوين، هذا إلى جانب الجمهور الحاضر للاحتفالية التي تضمنت فقرات علمية وأدبية. تعيش منطقة مركز الإرسال بمقاطعة تفرقسين بالعاصمة موجة شبح في المياه غير معهودة على الرغم من قرب مصدر المياه. مصطفى عبد الحي. منذ تحويل الشاحنات الناقلة للماء في منطقة سانتر ماتير وهي تعيش معاناة بدأت عند رحيلهم من موقعهم الأول في دكسر وتتابعت دون وضع حل للمشكل على الرغم من استمرارها عدة شهور بسبب انقطاع الماء المتكرر الذي تتضرر منه الساكنة بصفة مباشرة. وجابرين مشكلة الماء ذلك الحمد لله 4 أيام الماء ما نجابرين نقصوا سيزين وسابق ذاك ندور نطينا شهر والله ذاك ملي ما نجبروه ولكن بحال نختلوا نعرفوا بعض في القطاع ماله مع أننا قام إن شاء الله الناس من الزمن ما نشتغلوا لا حاصلين هنا تياه لا حاصلين. شهدت هذه المنطقة من عاصمة نواكشوط انقطاعا مستمرا للمياه دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا مما دفع البعض لمناشدة الحكومة بصفة خاصة لتدخل وقف شح المياه الذي ما فتى يعود لينقطع مرة أخرى. الآن هنا طرحوا مشكلة هذه الشغيلة هنا تشغل في ذلمة اللي هم بتنصات أسندية وهذه المشكلة اللي مطروحانا هو مشكلة الماء. أول شيء هاو الناس كانوا يشتغلوا في الكسار وكانوا عندهم ربائن في الكسار متيسر فيهم الماء عقبة الدولة قابت قرارها وحولتهم سانتر ميتير والساعدة جارتهم هون ما هم جابرين الماء ما يوفرانهم وسائل قاع الراحة والله قاع وسائل العمل جايرتهم ساحة ألا من الحفر والماء ما هو فيها وتو وارك طالبين من الدولة والله ذي المسؤولين المتوالين هاي الشركة يحلوا ذي المشكلة. تجدر الإشارة أن هذا الانقطاع ليس بغريب على المواطن الموريتاني في حين أن أنابيب المياه تحت الأرض تركت لتملأ الشوارع بالمياه الراكدة الناقلة بالأمراض بينما الإنسان الذي جعل الماء أساس الحياة بالنسبة له لا يكاد يجد قطرة ماء. مصطفى والعبد الحي، الوطنية. أمل أن نصل إلى الأخبار الدولية المختصرة. بدأت القمة الخليجية في منام حيث توافد قادة الدول إلى العاصمة البحرينية تزامنا مع جولة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز شملت كل من قطر والبحرين والإمارات.
سيطرت القوات السورية على الأجزاء الشرقية من مدينة حلب بدعم من قوات الرديف، مما دفع جماعات مسلحة في حلب القديمة للتراجع ليسهل على النظام بسط هيمنته على المدينة كاملة. استعادت القوات الليبية سيطرتها على سرت ضمن عملية عسكرية للنظام الليبي، إضافة إلى بعض الاحتفالات للقوات المشاركة بالنصر على الجماعات المسلحة التي بنظرهم أنها تحلق خارج السرب. تظاهرت جماهير واسعة في اليمن دعما لحكومة الإنقاذ التي يراسيها هادي ضمن مهرجان كبير تأييدا لسياسات الرئيس اليمني هادي، معبرين عن ذلك من خلال رفع اللافتات. ومن المختصرات الدولية إلى جديد الملاعب المحلية مع الكابتن محمد مصطفى نونو. أعلنت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم عن الأسماء الثلاثة النهائية المرشحة لجائزة أحسن لاعب موريتاني محترف بحفل 16 الذي سيقام بعد غد الجمعة، والمرشحون هم إسماعيل جاكيتي لاعب نادي المرسي التونسي، ديدي ليجان ولاعب نادي نانسي الفرنسي، عبد البها لاعب نادي لانس الفرنسي. وتم ترشيح نجم نادي الإكسار بيجلي بابكر سالم ولاعب نادي أفسة تبرق زينة بطل الدوري في نسخة المقضية يعقوب دينا، ولاعب تبرق زينة السابق وأفسن هذا الحالي عبد الله سليجاي لنيل جائزة أحسن لاعب محلي في حفل الجوائز. كما أبرزت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم الأسماء الثلاثة المرشحة لنيل جائزة أحسن لاعب صاعد في حفلها لعام 2016 والذي سيقام بعد غد الجمعة، وقد انحصرت المنافسة بين الثلاثي تجبشة الحسن تقدي وحميو الطنجي والحسن المنهبط، وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل مدرب للموسم المنقضي بين مدرب بطل النسخة الماضية تفرغ زين العميد بن عمكي ومدرب الوصيف أفسن وادي والتونسي ماني زلفاني ومدرب نادي الشرطة بابكار جوب. انفرد بطل النسخة المنقضية من الدوري الوطني نادي تفرغ زين بصدارة الموسم الحالي من الدوري في جولته التاسعة بعشرين نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر نادي كونكورد، وذلك بعد تغلبه على نادي أكاديمية الرياض بهدف لا شيء وتعادل نادي الكونكورد مع نادي سليم بهدف لمثله. إذن بهذا العرض الرياضي تكون عناصر النشرة اكتملت. عودة إلى العمل. رئيس الجمهورية يدشن المركز الموريتاني لتنمية الإبل في مقاطعة الرياض. وزير الداخلية والمركزية يوشح باسم رئيس الجمهورية عددا من المواطنين في الوزارة وعناصر من الحرس والشرطة والحماية المدنية. لجنة المالية بالجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية. كتلة قرية عرفات التابعة لبلدية اليابو تعلن انضمامها لحزب الوئام. وكنتم في المسائية تابعتم منظمة مركز لإرسال بتدرق زينة تحت وضعة شبح المياه. We'll be right back.